السلام عليكم. ازاي نحول الريفت لكاد ماب فابريكيشن في كاد ماب؟ طيب، اول حاجه اعملها ان انا هعمل سيلكت على كل التكييف اللي انا عايزه او كل البرامج اللي انا عايزه او كل الكهرباء اللي انا عايزها، تمام. وبعد كده هقول فلتر واشيل، خلي الحاجات اللي هي الضغطات مع بعض والحاجات او البايب مع بعض او الكيبل تري مع بعض، اوكي. واروح للادنس، الاقي هنا الحاجات الخاصه بالتصدير، فبقول له ستور ديزاين لاين اليمنت، خزن لي المعلومه ديت. وبعد كده هعمل سيلكت على بيت العناصر والعكس بقى، اقول له خلي ده لوحده، الدور تيرمينال لوحده، تمام. واروح للادنس واقول له ستور جرافيكس اليمنت، تمام. وبعد كده هقول له اوت، فبيقول لي عايز صدر الحاجات دي فين، فهقول له صدرها على الديسكتوب، اعمل لها فولدر واسميه ريفيت تو فابريكيشن. سيف، تمام. وبعد كده هروح لبرنامج الفابريكيشن كاد ماب واقول له اوكي. طيب هقول له بقى بروسينج، ادور على الملف اللي هو انا مسيفه، الملف دوت، واقول له اوبن. هو بقى بيبدا يسالني عن السيرفيس نيم، اقول له ده عباره عن شباك، عباره عن سبلاي، السبسكريبشن بتاعتي تبدا تشوف هتخليها ايه. تقدر من هنا تقول له ماب ايتم، تبدا تشوف ايه العناصر اللي انت عايزها، كل واحده مثلا عايز تديها كود معين. هنا الفيتنج بتاعتك لو انت عايز تعمل تسجل اي حاجه، سيرفيس تايب. المهم في الاخر هتقول له اوكي. اوكي، هتلاقي العناصر ظهرت لك، هي تعرف عليها برنامج الفابريكيشن كاد ميبي.